أنا خدامة عند توريا جبران، مي كانت تما إلى حد الآن الله يعمرها دار. كيفاش كتعامل معايا؟ ماشي كخدامة، كوحدة منهم، كأني عائلة منهم. لا إله لا إله إلا الله، الخلصة ديالي وتعطيني مازال هي خذنا وتقول يا مستورة، تهلاي في ولدك، تهلاي في ولا كتلاحظني وكتدير المساكين وكتعطي الذبيحة للمساكين، واخا هي ما كتبغيش هادشي يتسمع، كتعطيني خذنا وكتقول يا تهلاي في ولدك، تهلاي في هادي، ترد البال من عائلة كاملة، من خوتها، من كل شيء، كتعامل في دارها، في دار بحال انها هي مولات الدار، هي بحال ضيفه. زعما لا اله الا الله على سيده دارنا فيها بزاف، انا والاخت ديالها، يعني اختها كانت الدقه مسكينه، يوميا كتبكي ويوميا كنشوف فيها، وهي وعائلتها واخوتها الله يعمرها دار، الله يعمرها دار. كنلقى هنا كنعيش اني ضعيفه ما عنديش، وهما لقيتهم مع عائلتي، هما احبابي، تهلاو فيا لا هما ولا خواتاتها. نقول لك انا كتقول لي زعما هادشي اللي كباركه في الدار كاني جالسه في داري واكله شاربه، ما خاصني حتى حاجه يعني، وتجي مازال تطلع عليا وتقول لي كي دايره، تسولني ومن غير خلصتي تعطيني تقول لي شوفي هادي خذنا صداق، هادي يعني داكشي اللي كدير معايا معامله من داكشي. لا ما تحكم، ما تقول لي حتى شي حاجه، واشنو ما نقول لك، ما كتشرط ما حتى شي حاجه، كي دارها كي دار امها كي كلشي، ما كتشر لا وتقول شي حاجه، كانها ضيفه، ولا في دارها كنشوفها كانها ضيفه، هي اللي ضيفه ماشي حنا اللي ضيفين، حنا مالين الدار، حنا كلشي محطوط لينا، كلشي موجود، اللي بغيناها كناخذوها. ما تديرش. اخر وصيه وصاتني تهلاي في سوميه، قابليها وردي لها البال، عزيزه عليها، ضعنا فيها، ضعنا فيها زعما الصراحه، ضعنا فيها. واخت ديالها يوميا كتبكي زعما الصراحه، لا عائله توريا ولا عائله ابو سهل، ام ديال المساكين، اخت ديال الضعفاء.